هي سلسلة ميني سيري من 4 حلقات 52 دقيقة للحلقة الواحدة، فيها مواضيع متعددة، ولكن الموضوع الأبرز هو موضوع اللي عنده علاقة بالصحفي، بصحافة عامة، بالطاقم والجسد الصحفي الذي يشتغل كثيرا، يشتغل في الظل، يعمل على أن يأتينا بالخبر وبالمعلومة. تحدث أيضا ونحن نعرفهم ونتعرف عليهم أكثر من خلال علاقتهم ببعضهم، علاقتهم النفسية، علاقتهم العاطفية، علاقتهم المهنية. لكن عندما نسلط عليها الضوء سيشاهد الجمهور الكريم، سيتعرف عن مهنة الصحفي، عن مهنته الحقيقية، لأنها مهنة شريفة ومهنة ذات مسؤولية ومهنة فيها الكثير من الألم، ويجب على الجمهور أن يتعرف عن ما يعانيه وما يحبه أيضا من خلال الصحفيين. الحضور ديالي في القضيه.com مع ادريس الروخ، فوالا كاين واحد الحفل اللي غادي يخصو مونشيت، اللي هو اللي كينشطو زعما سنويا، اللي خاص بالصحفيين. وباش يلعب الدور ديال المونشيت بادريس الروخ، فكر فقط انه يجيب مونشيت اللي هو رشيد الادريسي. هادشي اللي كاين. الدور ديالي دور رشيطه، اخر ملتحقه بالليكيب ديال الصحافه في موقع القضيه.com. هذه اون سيري جديده اللي من توقيع المخرج الكبير ادريس الروخ، اللي كنعتز بالعمل معاه تبارك الله، يعني مخرج اللي قاد ومزيان في لا ديريكسيون وفي كل شيء، كان لي شرف اني نشتغل معاه، وكذلك مع واحد الفريق اللي جميل وشحال من ممثل. كانت اول مره يعني التجربه ديالي الاولى معاه. الجميل في هذه لا سيري بانها تتهضر على الدومين ديال الصحافه، على واحد الموقع الكتروني اللي سميتو القضيه.com، وتلعب انا الدور ديال الصحفي عزيز صابر اللي هو فوتوغراف وصحفي في هذه الجريده هذه. كنقوم بدور ديال عثمان، صحفي شاب طموح كيشوف الحياة واحد التفاؤل، كيبغي هاد المهنة بكل جوارح ديالو، مهنة اللي سعى جاهد في الدراسة ديالو، في البحث ديالو، أنه يوصل لها، وصل الهدف ديالو. مراده أنه يوصل الخبر من المصدر ديالو، الخبر الصادق، خصوصا في ظل المواقع والصحف اللي ولات كثيرة بزاف واللي كتعطي أخبار زائفة. طبعا هو مسلسل كيهضر على واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كتعيشها المجتمعات في ظل تواجد بعض، كما طرقوا ليه ما قبل قليل الأخ والفنان هشام الوالي، الصحافة. دونك الصحافه ربما من خلال البحث ديالها على واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتطرح كما كتكون في الحياه الاجتماعيه المعايشه، كاين الصحافه اللي كيطرحوا الموضوع بشكل صادق، وكاين الصحافه اللي الله يسمح لهم كيطرحوه بشكل اللي هو خاطئ، هذا الشيء كامل باش يديروا البز. دونك الموضوع اللي كتطرح دابا مع المخرج الكبير اللي هو الفنان المقتدر ادريس الروخ، طبعا كاين واحد المجموعه ديال الفنانين اللي مشاركين في هذا البروجي، وهما فنانين على المستوى هشام الوالي، سعد التولي، فرح الفاسي، فاطمه الزهراء بن ناصر، ابتسام العروسي، سعيد باي. دونك كياخذوا لهاد الادوار باش يوضعوا للمتتبع في واحد الصوره ديال الصحافه الصادقه النزيهه اللي كتطرق المواضيع بكل صدق. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.